بعد يومين من الاقتراع انتهت انتخابات مجلس الشيوخ الذي عاد كغرفة ثانية للبرلمان المصري بعد أن تم إلغاؤه في فترة سابقة. الانتخابات تمت في أجواء هادئة راعت فيها الدولة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتشجيع المواطنين على المشاركة. أنا أخذت جل وأخذت ماسك، الناس ما عندهاش حجة ما تنزلش، تنزل طبعا ده شيء وقائي عشان الدولة خايفة على المواطنين، ولازم الإجراءات الاحترازية دي لازم تبقى موجودة دايما لغاية ما الوباء ده ينتهي بإذن الله. الوزراء والمسؤولون توافدوا على اللجان مبكرا لحث المواطنين على النزول والاقتراع. المرشحين في هذه الانتخابات كلهم كانوا يعني لهم خبرات في مجال عملهم، فبالتالي هذه الخبرات لابد وأن تضيف إلى التشريع، وسيكون هذا المجلس عاملا مساعدا مع مجلس النواب في إخراج تشريعات تلبي طموح أبناء الشعب الفلسطيني. وفيما تحدث البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن جدوى انتخابات مجلس الشيوخ، أكد آخرون على أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي. ده واجب عليا وواجب المفروض، مش عليا بس، كل واحد المفروض ينزل يشارك أو لا، بس ينزل يشارك. يعني بتوصل صوت كل واحد وكل مواطن في البلد، تمام، بيقول رأيه بحرية. أنا نازلة شارك طبعا النهاردة لأن ده حق أنا، بالنسبة لي أنا ما ضيعوش، يعني أنا إليه خليني أضيع حقي في أن أنا أنزل وانتخب وأقول رأيي. وتبقى نسبة المشاركة في الاقتراع بغض النظر عن النتيجة هو الأهم بالنسبة للدولة التي بذلت جهدها لتوفير الظروف المناسبة للمواطنين للنزول والمشاركة قبل انتهاء عملية التصويت وإغلاق الصناديق. بنهاية الاقتراع وإغلاق الصناديق بدأت عملية الفرز، حيث يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية لترسل كل لجنة نتائجها للجنة العامة التابعة لها، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة في 16 أغسطس الجاري. أحمد بجاتو، العربية، القاهرة.